شاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مهاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان يا هلا فيكم من جديد. إنجازات اقتصادية عديدة وإصلاحية شهدتها المملكة خلال العام الأول لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم، قرارات وتطورات جذرية ستسهم في الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل كما يراها الخبراء. نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سيكون لنا الحوار والنقاش حول هذا الموضوع. على مدى 12 شهرا تولى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، شهدت البلاد تطورا وتحولات اقتصادية جذرية هدفت إلى تأسيس اقتصاد متين وقوي. ولعل من أهم القرارات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في بداية عهد الملك سلمان هو تأسيس مجلسين، الأول للشؤون السياسية والأمنية والثاني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويوضح المحللون أن المجتمع ينتظر من المجلسين أن يعيد بث النشاط والحيوية في عروق الأجهزة الحكومية وإزالة الخمول المترسخ في أداء كثير من الأجهزة. كما تم خلال هذا العام في الجانب الاقتصادي إعادة صياغة القطاع العقاري وترتيب أوراقه لحل أزمة السكن في المملكة وتوفير المنتجات السكنية لجميع المواطنين من جميع الفئات. فتم خلال هذا العهد إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وهو القرار الذي ظل لعقود طويلة مضت مطلباً ملحاً للعديد من المواطنين. قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة هو الآخر قرار جاء للعمل على توليد واستحداث الوظائف لأبناء وبنات الوطن ومكافحة البطالة والسعي إلى القضاء عليها في ظل الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في المملكة. خلال الأيام الأخيرة من العام الميلادي جاء الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، فوسط انخفاض أسعار النفط والذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير على مواردها والعجز الذي أظهرته الميزانية، إلا أن الكثير من الاقتصاديين رأوا أنها تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس ومعايير شاملة تتعدد فيه مصادر الدخل. للحديث عن هذا الملف ينضم معنا في الاستوديو المحلل الاقتصادي الأستاذ ناصر القرعاوي، وكذلك يلتحق بنا المحامي والمستشار القانوني والقاضي سابقا في ديوان المظالم الأستاذ محمد الجذلاني. حياكم الله معنا جميعا. أستاذ ناصر، أبدأ معك. هذا العام قد مضى من مسيرة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، قراءتك لأبرز ملامحه الاقتصادية والتغييرات الجذرية التي تمت في بداية هذا العهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا العام عام غير مسبوق، وقياسا لمنجزاته هو من حيث الناحية الزمنية قصير جدا، ولكن من حيث الإنتاجية يقارن بأمثاله من البرامج الدولية بعشرات السنين. فبالتالي ما يتحدث عنه المواطن الآن في كافة مناحي الحياة اقتصادية وأمنية وسياسية هي في أعلى سقف وأفق ثقة المواطن وارتياحه لما أنجز في الدولة من كثير من البرامج. أنجزت الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين أكثر من 27 برنامج، كل برنامج كان يحتاج إلى خطة خمسية لتوطينه على الطبيعة.
يعني فبدأها حفظه الله بهيكلة الدولة. الفكر في الدولة لابد إلا ما يحدث في تغيير وإخراجه من التقليدية ومن البيروقراطية إلى مشروع نقل المملكة في توجهها في برنامج النقلة من في 20 إلى 20. هذا سيكون هو عنق الزجاجة لما يخرج من هذه البرامج من منتجات. فك الحصار أو فك الاختناق على القطاع الخاص، أصبح شريك الآن القطاع الخاص مع الدولة، أصبح هناك أيضا قدرات جديدة بضخ أفكار جديدة مثلا في الميزانية، أخرجها من دائرة الوزارة المالية إلى المجلس الاقتصادي، ومجلس الاقتصادي فيه أكثر من 23 جهاز حكومي. ولذلك من ملامح الإنجاز في هذا الجانب، وهو مهم جدا لأن التنمية ترتبط بالصرف عليها، والدولة صرفت في السنوات الماضية، ولكن في الوقت الحاضر نحتاج إلى إعادة إرشاء ترشيد الصرف. فبالتالي انتقلت إلى الرؤية المشتركة، وأصبحت الموازنة الآن هي محط الثقة في معالجة الوضع المالي فيما يتعلق بالبترول. وبدأت الدولة الآن من خلال هذه البرامج، كل في 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 مجال اختصاصه، وكل في مجال أيضا قربه من نتائجها، أصبح يعيش حالة الثقة وأن الدولة بعيد عن ما يحدث في العالم من تقلبات في الأسعار، ما يتعلق بأيضا الأثر السلبي على الحياة العامة، مثل ما حدث في المشروع الأخير حينما أعيد هيكلة أو أعيد النظر في الإعانات الحكومية للكهرباء والمياه، لم يتأثر الشارع السعودي، وأصبحت من المسلمات، بالدليل أن المملكة لديها استراتيجية في هذه الفترة. ونتأمل بمشيئة الله تعالى أن تكون الثلاث سنوات القادمة هي التي ستعطي المملكة بعدا اقتصاديا أكبر مما كان هو بعدها الاقتصادي في مجال البترول، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. بالتأكيد التحديات ليست فقط داخلية ولكنها تحديات أيضا خارجية، ولكن استطاعت الدولة ببرنامجين داخلي وخارجي، لديها مثلا مشروعها فيما يتعلق بالاستراتيجيات مع الدول الرئيسية، مع الروس، مع فرنسا، مع الصين، هذه البرامج كبيرة جدا، وأعطت أيضا لنا بعد آخر أن التنمية لا تأتي من خلال الدولار ولا من خلال البترول، إنما أيضا من الإنسان. وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقيات بتوقيع السعوديين مع هذه الدول أصبحوا شركاء في التقنية وفي عالمية المعلومة التي تخرج إلى التنمية عبر برامج مدروسة ومقروءة بشكل جيد. جميل. طيب الأستاذ محمد، عام مضى الحزم والعزم كان السمة البارزة حتى في الجانب الإصلاحي، يعني ربما رأينا في الجانب القيادي حتى في الأجهزة الحكومية بشكل عام كان هناك في حزم وعزم، في يعني رأينا وتابعنا يعني إبعاد بعض الوزراء أو بعض المسؤولين لأنهم أخلوا بواجبهم، كانت رسالة حقيقية حتى للملك سلمان لهم أن كل مسؤول وعليه مسؤولية ويتابع أن يقوم ويقوم بالواجب المناط به أن يقوم به. شدة في المحاسبة واضحة وحاضرة فيما يتعلق بالأداء من قبل المسؤولين، كيف تراها؟ حقيقة هذه بلا شك أنها يعني أصبحت مشهد مألوف للمواطن السعودي، أن لم يعد أي مسؤول يعني يتسنم أو يتسلم حقيبة وزارية أو أدنى من الأقل من الحقيبة الوزارية، لم يعد بقاءه مرهونا إلا فقط بأداءه أو حسن أدائه للمهمة الموكلة له. وأعتقد من الجوانب التي أسهمت في مثل هذا لتحقيق مثل هذا المنجز وجود المجالس، المجلس السياسي والمجلس الاقتصادي، المجلس السياسي والأمني اللي رأسه الأمير محمد بن نايف ولي العهد، والمجلس الاقتصادي اللي رأسه الأمير محمد بن سلمان، خاصة المجلس الاقتصادي فيما يتعلق بالشأن الداخلي وفي أداء الوزراء، في خاصة وزراء القطاعات الخدمية، أصبح عندهم رقابة الملك، ثم مجلس محاسبة ينعقد بشكل دوري برئاسة الأمير محمد بن سلمان، يفتش في أوراقهم وفي أدائهم ويحاسبهم ويناقشهم ويعرض عليهم ما يقال عنهم وما يعني سواء سلبا أو إيجابا. هذا سرع من وتيرة المحاسبة وجعل أداء الوزير ممكن تقييمه خلال مدة قصيرة، وممكن الحصول على مؤشرات تدل هل بإمكان هذا الوزير أن يحقق شيء
فيستمر، أو أن المؤشرات الأولية تدل أن قد لا يكون عنده شيء يعطيه مستقبلا فيتوقف ويعطى الفرصة لغيره. جميل، أنا أستاذنكم على اتصال هاتفي مع أستاذ فضل البوعينين الكاتب الاقتصادي. أستاذ فضل، المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تمر بمرحلة تحول اقتصادي كبير، قراءة عامة تراها للتطورات الاقتصادية والتحديات اللي تواجه المملكة في هذا العهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنا نتحدث عن التحديات فلا يمكن أن نركز فقط على التحديات الاقتصادية، بل يجب أن نركز أيضا على التحديات الأخرى وهي التحديات الأمنية. وأعتقد أن عاصفة الحزم التي بدأ بها خادم الحرمين الشريفين، على الرغم من أنها أعادت الشرعية إلى اليمن، إلا أنها حفظت أيضا أمن واستقرار المملكة، وبالتالي حفظت أيضا القاعدة التي يبنى عليها الاقتصاد. إذن أنا أعتقد أن الخطوة الحاسمة في هذا هي الخطوة الأمنية التي أسست إلى حماية حقيقية لليمن، وقطعت يد إيران من اليمن، وبالتالي نجحنا في أول خطوة من الخطوات الأمنية التي يبنى عليها الاقتصاد. إذا انتقلنا من تأمين الاقتصاد من خلال تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، فيمكن القول أن إعادة هيكلة الاقتصاد هو الهم الأكبر لخادم الحرمين الشريفين. ومنذ اليوم الأول اللي توليه الحكم كان هناك رؤية واضحة حول التحول الاقتصادي الذي كان يعتمد على متغيرات عديدة ولكن تركزت في استراتيجية واحدة. هناك أيضا نقطة محورية فيما يتعلق بدعم وإعادة هيكلة الاقتصاد، وهي خطوة إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. نعتقد أن هذه الخطوة أسست أيضا إلى تكامل بين الوزارات الاقتصادية وبين تنفيذ رؤية الحكومة المستقبلية. إذا ما ركزنا على خطة التحول أو برنامج التحول، على الرغم من أن هذا البرنامج لم يعلق رسميا بشكل الكامل، ولكن كل ما نحتاجه في الاقتصاد السعودي هو التحول الحقيقي بما يساعد الوصول إلى هدف أسمى، وهو تنويع الاقتصاد وبالتالي تنويع مصادر. طيب أستاذ فضل، يعني نتحدث عن الهاجس الاقتصادي ربما الأكبر لدى الاقتصاديين المتمثل في استمرار انخفاض أسعار النفط، كيف تنظر لهذا الملف والتحركات الجادة يعني لدى حكومتنا بقيادة الملك سلمان لتنويع مصادر الدخل؟ أولا يجب أن نعترف أننا تأخرنا كثيرا في تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل، وتنويع مصادر الدخل لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنويع مصادر الاقتصاد وزيادة الناتج الإجمالي، وبالتالي زيادة الصادرات السعودية التي ستسمح بتدفقات نقدية أجنبية إلى السعودية، وهذا يساعد كثيرا في الاستثمار وتمويل الموازنة. اليوم نحن في مواجهة حقيقية مع ملف انخفاض أسعار النفط، وهو التحدي الأكبر الذي تواجهه المملكة. هناك تأثر كبير في الدخل، هناك أيضا تأثر في الخطط التنموية، ولكن أيضا هناك خطط تحوطية كانت تعتمد في الأساس عسى الله سبحانه وتعالى على الاحتياطيات النقدية وعلى السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي. إذن الحكومة اليوم تنظر خطين متوازيين، الخط الأول التحدي الأكبر من انخفاض إيرادات النفط وانخفاض أسعاري، والخط الثاني هو المضي نحو هدف تنويع مصادر الدخل، ولكن مثل هذا الهدف لن ننجح في تحقيقه في فترة قصيرة، أنه هو هدف استراتيجي يحتاج إلى فترة طويلة، ولكن إذا ما بدأنا فطريق الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. نحن نحتاج إلى أن نضع هذه الخطوة ثم نمضي وراء. جميل، شكرا لك أستاذ فضل البوعينين الكاتب والخبير الاقتصادي. ما زلنا معكم مع ضيوفنا الأكارم، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة.
يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا، نتابع حديثنا عن أبرز المنجزات الاقتصادية والإصلاحية في عام مضى من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأمده بعمره. ويتابع معنا الحديث في الاستوديو الأستاذ ناصر القرعاوي الخبير الاقتصادي، وكذلك يتابع معنا الأستاذ محمد الجذلاني المحامي والمستشار القانوني. أتابع معك ناصر، يعني كان في قرارات اقتصادية ذكرت في برامج كانت يعني في عام أكثر من 20 برنامج متنوعة كلها تصب في الجانب الاقتصادي. نتكلم عن قرار الرسوم على الأراضي البيضاء، نتكلم كذلك عن إنشاء هيئة لمكافحة البطالة وكذلك تنويع أو توليد الوظائف وغيرها من هالقرارات. كيف شفتها وكيف ترى تأثيرها بإذن الله في المنظومة الاقتصادية بشكل عام الداخلية؟ لا شك أن هذه البرامج أتت من خلال دراسات مستفيضة ومشاركة من كل القطاعات، سواء كانت قطاعات لا علاقة مباشرة أو لا علاقة غير مباشرة فيما يتعلق بموضوع التوطين للوظائف، لأن هذا البرنامجين، برنامج الإسكان وبرنامج سوق العمل، من أهم الملفات الساخنة أمام مجلس الاقتصاد والتنمية. فبالتالي ما صدر من الدولة في معالجة وضع الأراضي أو حل مشكلة الإسكان، لا شك أن مشكلة الإسكان هي أكبر مشكلة تواجه المجتمع السعودي. 67% من سكان المملكة يعانون من عدم توفر السكن المناسب، ولذلك الدولة بدأت بفرض الرسوم كجزء من مرحلة قادمة لتوطين المواطنين عبر برامج إسكانية، وهي تحتاج إلى فترة من 3 إلى 5 سنوات. وبدأت الوزارة وبدأت الدولة يعني في هذا الأمر، وننتظر إن شاء الله، وعلينا أن نصبر ولو سنوات قليلة، لكنها ستكون في يوم من الأيام من الماضي. فيما يتعلق بالتوطين، ليس أو الوظائف، هي ركزت في المرحلة الأولى في إصلاح التعليم، إعادة هيكلة التعليم، وأيضا البرامج الآن، برنامج الابتعاث الخارجي بدأت أيضا إعادة هيكلته، وأنا أتحدث عن هيكلة، نعم، إعادة تقييمه من حيث المنتج أو المخرج، ومن حيث أيضا حاجة السوق. فبالتالي هذه البرامج جميعها أعطت أولا للداخل رسالة للوطن، أصبح المواطن الآن يعي ويثق أن ما يخرج من الدولة من برامج أو من مشاريع حكومية فيما يتعلق بتوطين مثل هذه البرامج هي ما يعطينا فرصة للتفكير أكثر، ونخرج من دائرة التعتيم أو دائرة السؤال الغائب ماذا سيكون غدا. أصبحنا الآن نعي أن هذه البرامج كلها تصب، ولكنها تحتاج إلى فترة من الزمن. وإن شاء الله أيضا أمر آخر، أنه السنة هذه في عهد الملك سلمان حفظه الله، وهي الدولة السعودية التي فرضت هيبتها إقليميا وعالميا، ليس فقط في الاقتصاد ولكن حتى في الرأي السياسي ومخرج من مخرجات أخرى، أعطت المواطن ثقة قوية جدا وفي أعلى مستوى بالتأكيد من الشعور الوطني في القيادة. وخرجت الدولة والحمد لله في 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 من في هذه الزحمة من الأزمات في بر الأمان. جميل. سيد محمد، هناك هجمة إعلامية دولية على المملكة، المملكه الحازمه حتى في تنفيذ القرارات يعني والاحكام القضائيه، كان اخرها تنفيذ احكام الاعدام في 47 من الارهابيين، وكان من ضمنهم نمر النمر، وقامت ايران كانه مواطن ايراني مو مواطن سعودي، قتل فقتل او حرض على القتل، والارهابيين تم الحكم عليهم لدينا. القضاء المملكه اعلنت كثيرا حتى وعاد جبير تحدث مع وزير الخارجيه، لا تسمح المملكه لكائن من كان أن يتدخل في شؤون المملكة الداخلية. منظومة القضاء والتماسك والثقة الموجودة في منظومة القضاء لدينا، منظومة القضاء وثقة الدولة في القضاء وقوة واستقلال القضاء السعودي، ولله الحمد هذا أمر مترسخ منذ تأسيس الدولة السعودية ومن الأسس التي قامت عليها. المراحل التي يمر بها القضاء في هيكلته، في إصلاحه، في كل مرحلة وفي عهد كل ملك ولله الحمد يأتي من الإصلاحات ما يتلائم مع المرحلة الجديدة، مع متطلبات التغيرات التي حصلت أو احتياجات. ففي عهد الملك عبد الله لا شك رحمه الله يعني حصل تحول جذري في تاريخ القضاء السعودي، حتى أنه يعني أسس لمرحلة مختلفة تماما. ما نشهده اليوم من قوة في تنفيذ الأحكام
تؤكد أن الدولة التي يعني والله الحمد لله ذكر الأستاذ ناصر يعني فرضت إرادتها الدولية وحمت حدودها وحمت حقوقها، ولا يستطيع أحد أن يعني ينظر للمملكة العربية السعودية بأنها كالجدار القصير يستطيع أن يقفز فوقه، أصبح يحسب لها ألف حساب، لن تعجز عن تنفيذ أحكامها القضائية التي هي محل ثقتها ومحل اعتبارها. هذا أمر أعتقد مفروغ منه. لسنا بحاجة إلى أن نقنع الآخرين بعدالة قضائنا ولا بعدالة شريعتنا التي يقوم على تنفيذها قضائنا، لأن يعني من كان لهم أهداف خاصة أو أجندة خاصة في محاولة ابتزاز السياسة السعودية سيجدون الكثير من القنوات التي يحاولون الدندرة حولها من حقوق إنسان ومن غيره، وهم يعلمون قبل غيرهم أن والله الحمد يعني الدولة التي تقوم على تنفيذ شريعة الإسلام هي من أكثر الدول صيانة لحقوق الإنسان ومن أكثر الدول احتراما للقضاء. وكما ذكرت في أكثر من مناسبة أن استقلال القضاء السعودي ينبع من قبل أن يكون من النظام الذي شيء متأكد ومترسخ، ينبع من ذوات القضاة الشرعيين الذين يدينون الله عز وجل ويراقبون الله في أحكامهم وتربوا هذه التربية الإسلامية التي يعني قد لا تكون موجودة في كثير من الدول غير المسلمة. جميل، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا للأستاذ محمد الجدلاني المحامي والمستشار القانوني، وكذلك الشكر موصول للأستاذ ناصر القرعاوي الخبير الاقتصادي. في الختام نقول عام مضى وسيبقى هناك أعوام بإذن الله من الحزم والعزم في ظل قيادة حكيمة ورشيدة بقيادة سلمان الحزم والعزم، لنقول بعد ذلك جميعا عاش سلمان. سلمان يا بلادي عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان. تكتب الفرحة لك أحلى قصيد، افتخرنا فيك يا وجه السعد. أنت سلمان مثلك ونجد مثلك، ونوجد مثلك صدقني كلي. أنت سلمان مثلك ونوجد مثلك صدقني كلي، والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان، عاش سلمان. عمرك يا الغالي يطول تسعى لأحلام ونقطفها معك. أنت سلمان مثلك مثلي ونوجد مثلك صدقني كلي، أنت سلمان مثلك مثلي.
سلمان.